اللي هو احنا معانا في الاستوديو دكتور ايهاب يوسف، هو الخبير الامني، ومعانا منى سيف وهي منسق مجموعه لا للمحاكمات العسكريه للمدنيين، وبعتقد انه ممكن يبقى في سؤال منهم. لتحت امره. اتفضلي. هقول ملاحظه وبعدين عندي ثلاث اسئله لحضرتك. الملاحظه الاولانيه انه لما حضرتك قلت دلوقتي انه فعلا في تحقيقات بخصوص وقائع ثانيه ليها علاقه بتهريب مخدرات وسموم لداخل السجن، ده معناه انه الاهمال والخطا وارد من اداره السجن باعتراف حضرتك. لا، مش اهمال واعتراف، عشان نكون في الصوره كيفيه التهريب قد تكون ما تصلش الى نظر المراقب وقت الزياره، والزياره دي بتبقى من الام والخال والعم والاب، وده دايما موجود ومعروف وبتعمل بها قضايا، وبتبقى هذه القضايا موجوده وتحت بصر النيابه كيفيه الضبط وكيفيه التهريب. تمام. وفيها اقوال للمتهمين دول وبياخدوا احكام. تمام. انا هتوجه للاسئله على طول لحضرتك. احنا دلوقتي قدام سيناريوهين، السيناريو المقدم من اداره السجن بانه مات نتيجه تسمم، والسيناريو اللي مقدمينه اهله بالتعذيب. ليه لم يتم عزل الضباط المتهمين بالتعذيب لحد ما تتم اجراءات التحقيق ويطلع بيان نهائي بيقول ايه اللي حصل فعلا؟ العمليه عزل ضابط، العمليه عزل ضابط دي ما هياش سهله، وانا لمجرد اقوال اتنين اروح على طول ده راي وده راي؟ طب انت ما رجعتيش لاطباء الثوره او بتوع ميدان التحرير التقرير اللي كاتبينه؟ ما قريتيش كل الاقوال بتاعه الجرايد واللي قالت ان الطب الشرعي بيقول ان هو ما فيش اثار للتعذيب؟ ما قريتيش التقرير الطبي اللي هو بتاع مركز السموم ان هو مات نتيجه تسمم دوائي؟ تمام سياده اللواء، هو كاجراء احترازي انا بعتقد. لا احترازي، انا اقول لحضرتك حاجه، الاجراء الاحترازي ده لما يكون النيابه ما حققتش، ده النيابه حققت لما يثبت لدى الضابط شيء احنا ده احنا بنقدمه للمحكمه. بس طالما ان هناك شبهه في كلام بيقول انه طب ما نخليهم اجازه بس يومين ثلاثه لغايه ما يتم التحقيق عشان ما يبقوش عندهم ورق ضغط على المساجين اللي هم هيطلعوا الشهادات. التحقيق جاري وانتهى في السجن بالنسبه للمساجين والعاملين. طيب. في السجن في ذات الليله. طيب منى، يعني أنا معترضة جدا على ده، وشايفة إنه حضرتك، أنا تابعت كذا مداخلة لحضرتك وشايفة إنه حضرتك متبني موقف دفاعي شخصي. إحنا مش بنتهم حضرتك بحاجة ولا الداخلية كلها. لا اتهمتوها. لكن لا أنتوا اتهمتوها، الحقيقة الداخلية. لو سمحت يا فندم أنا ما قطعتكش، اديني فرصة أكمل. الحقيقة إنه في وقع التعذيب وفي قصتين متضادتين، وإنه لو فعلا الداخلية مهتمية بإظهار حقيقة الموضوع كان أول حاجة المفروض تعملها هي عزل الضباط زي ما تم في القضية الثانية بتاعت معتز اللي أطلق عليه الرصاص في الشيخ زايد. الضباط محبوسين على ذمة التحقيق، لكن إن احنا نفترض من الأول إنه ادعاءات التعذيب ده كذب ونسيب الضابط أو الضباط المتهمين بده موجودين في السجن، وبالتالي لو اكتشفنا بعد كده إن هم فعلاً قاموا بالتعذيب هيبقوا بيقدروا يستخدموا سلطتهم دي في إرهاب زمايله في السجن اللي احنا محتاجين شهادتهم في النيابة، ده كله يبين انه من الاول في خطاب منحاز ومقرر مسبقا نتيجه التحقيق. اشكرك جدا. لا انا ارفض انك انت حضرتك تقولي ان في تحيز، انتوا بتاخدوا القضيه على عاهلكم، وان اللي بتتبنوا رايكم عايزين كل الاراء تبقى معاكم، وده كلام ما يصلحش ولا ينفع. لما يكون انا لما اتبنى موضوع زي ما اشوف واحد يقول لك احنا مش هنسيب القضيه دي واحنا هنعمل واحنا هنسوي، يا عم هذا الكلام ليس مجاله الفضائيات، وانما مجاله المحكمه ومجاله النيابه، والنيابه هي المسؤوله والامينه على الدعوه. طيب سياده اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخليه لشؤون السجون، انا بشكر حضرتك جدا على وقتك وميرسي يا فندم. العفو. شكرا. شكرا جزيلا. مع السلامه. لازم دكتور إيهاب اتفضل. لازم اتفضل. هو للاسف هي الحديث اللي دار بين الاستاذه منى واستاذ اللواء بيعبر عن الحال اللي احنا فيه دلوقتي في مصر بين وزاره الداخليه والمواطن. انا متفهم باعتبار اني كنت ضابط شرطه، فانا متفهم جيدا موقف اللواء اللي بيتكلم فيه، لان هو بيقول انا مش كل ما حد هيتهم بحاجه هوقفه او هحيله للاحتياط، في حين ان وزاره الداخليه ما بتتعاملش في الغالب مع ناس اسوياء.
يعني المواطن العادي في حيوت في حياته العادية في الغالب ما بيحتكش الشرطة في حاجة. الشرطي بيحتك مع حضرتك لما بيكون في مشكلة. المشكلة دي بتبتدي من ان واحد كسر اشارة مرور الى ان زي ما احنا بنقول بتاجر في المخدرات. فلو كل واحد اتمسك وهو بيتاجر في المخدرات اتهم الضابط يبقى احنا هنحيل الضباط كلها. ودي وجهة نظر اللواء وانا فاهم كويس قوي بيتكلم في ايه، خصوصا ان احنا محتاجين ان احنا نعيد الثقة في الجهاز والناس تعرف تشتغل والضباط تحس بكيانها، وده بيؤدي رسالة يعني. وعلى نفس القدر انا متفاهم جدا كلام استاذه منى باعتبار ان انا حقوقي واحنا جمعية شرطة وشعب وبنحاول ان احنا نحسن العلاقة بين الشرطة والشعب، وفاهم كويس جدا النقطة اللي هي جاية منها. بس الحته اللي باخدها على الاخت الفاضله ان هي قالت في الاول انا مش قانونيه، وده بيسهل كتير قوي الموضوع. الضباط بتوع الشيخ زايد تم احالتهم للنيابه والنيابه حبستهم 15 يوم على ذمه التحقيق، ده وضع قائم. الموضوع الثاني اتحال للنيابه برضو والنيابه ما ارتقتش انها تحبس الضباط. بس انا عندي سؤال هنا بعد اذنك يا منى، دلوقتي انا حتى كمذيع لو انا غلطت على الهوا دلوقتي وبيحققوا معايا اجراء طبيعي جدا ان انا هيقولوا لي ريحي بس اسبوعين، ودي مش تهمه، ريحي اسبوعين لغايه ما نكمل التحقيقات اللي معاكي وبعدين ترجعي لشغلك بريئه، ترجعي لشغلك مش بريئه يبقى عندك. في مثال ابسط من كده، انا دلوقتي لو طالبه في مدرسه واتهمت مدرس بالتحرش بيا وبالطلبه طلاب، الاجراء الاحترازي هو انه نبعده عن المهنه عن 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 ممارسه المهنه عشان ما يعرضش ضحايا اكتر للاساءه. انا متفق معاكي جدا لان ده مدرس رسالته رساله ساميه، مش وارد ان هو يتحرش بحد، انما ضابط الشرطه اللي موجود في السجن بيكافح الجريمه وبيحاول يظبط يعني ده هو بيظبط ايقاع مسجونين. فوارد جدا ان كل يوم الصبح واحد من المتهمين يقول لك الضابط ضربني، وارد انها تحصل. هل احنا كل يوم الصبح هناخد 5-6 ضباط نوقفهم؟ لا، بس مش وارد ان يموت منهم بالزبط. الفيصل بيننا ايه؟ لازم نبتدي نبص بمنطق، لان احنا محتاجين نعيش في البلد دي. احنا في الاخر النهارده لحد النهارده احنا ما عندناش شرطه في مصر، فاحنا محتاجين نعيد الكيان ده ان هو يشتغل بالصوره اللي ترضينا كلنا كمجتمع. الفيصل بيننا المفروض يكون ايه؟ النيابه العامه. لو احنا النهارده مش هنرتضي بالنيابه العامه كفيصل بيننا وباحكام القضاء كفيصل بيننا هنخش في ازمه رهيبه. احنا محتاجين ان احنا نبتدي ننسق في ان لازم يكون، وفي نفس الوقت انا بطالب لو 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 في اعتراض على قرار النيابه العامه سيبك بقى من الشرطه خالص وروح اعمل اجراءات ضد النيابه العامه. يبقى احنا في الحاله دي الشرطه ما هي الا كيان تنفيذي. النيابه قالت له احبسه هيحبسه، مشيه هيمشيه، اعمله هيعمل، ده 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 وده معروف يعني ما هيش سر يعني. فاحنا بنسيب الاصل وبنمسك في الفرع. وبعدين احنا النهارده ما اعرفش حضراتكم دخلتوا على السايتس بتاعه الخبر اللي نزل في الجرايد سواء الشروق مصر اليوم كل الجرايد، هتلاقوا تعليقات المواطنين العاديين مش مصدقين القصه، لان بيقول حضرتك ما فيش مبرر يعني يمكن في الموضوع بتاع خالد سعيد الناس تعاطفت كان في مبرر عشان الفيديو اللي كان بيقوله انه مسجل، انما بالظبط يعني حتى كان مسجل فيديو للتبادل، انما في الواقع دي ما فيش ما يستدعي ان هم يحطوا له. معلش يا فندم، اولا حضرتك خبير امني واكيد عارف انه التعذيب في السجون حتى لو اعتبرنا احنا نتكلم على في عهد مبارك مش ما بعد الثوره، تمام، مش بالضروره يبقى ليه مبرر سياسي، مش بالضروره يبقى انك بتحاول تجبر حد على الاعتراف بحاجه او حاجات كده. وعندي وقائع، يعني هديكم مثال على قضيه لولد اسمه احمد جابر موجود في سجن الوادي الجديد واخد حكم 5 سنين في شهر مارس، وتم التعدي عليه من معاون مباحث السجن هناك وتم التعذيب، وقدمنا بلاغ فعلا وكان نتيجة البلاغ ان هو تم التعذيب، تعرض للتعذيب تاني، وبعدين بعد كده قعدت مامته ثبرت واصرت على البلاغ لحد ما ابتدوا اعتذروا لها وطلبوا منه يتخلى عن المحكمة. ليه؟ انا عايز اعرف المنطق. انا مش مطلوب مني انا كمواطن ابرر تعذيب بصراحه، لا يعني انا مش عايز ابرر، انا عايز افهم ايه اللي حصل. يعني تصوري انه بيبقى فيه جزء تاديبي، واحنا شفنا ده في حاجات كتيره جدا، في جزء فرض سلطه، في جزء استعادة علاقة السلطة ده. بس خليني أرجع فضل. لا اتفضل، خليني أرجع ثانية تانية. لما قارنا بين قضية معتز وقضية عصام، أنا رأيي أنه في نقطة مهمة جدا الكل غافلها. عصام علي عطا شخص فقير جدا من عيلة غلبانة جدا ما عندهمش شبكات تدعمهم، معتز من عيلة وضعها الاجتماعي أحسن بكتير وعنده شبكات وقادر يضغط، وعشان كده في رأيي الشخصي تماما في فرق في تعامل الداخليه مع القضيتين. انا ما اعرفش الواقع الاولانيه، انما لو ليا ان انا اقترح حاجه مهمه جدا، اولا الداخليه محتاجه تطور من خطابها مع منظمات حقوق الانسان، لان حتى البيان اللي طلع بالنسبه للواقع بتاعت عصام مش ما فيهوش حاجه، مش فمحتاجين ان احنا نتشارك في تامين المجتمع. الجمعيات حقوق الانسان والجمعيات التي تناهض التعذيب وهو بتشتغل شغل رائع،
بس في نفس الوقت محتاجين نحط عقوبة غليظة على من يعذب أي مواطن، وبنفس القوة نحط لو تأذنيلي يعني عقوبة على جمعيات أو مؤسسات التي تتهم شخص بريء ويطلع البلاغ بتاعها مش مظبوط. يبقى احنا هنخش في منطقيه، يبقى احنا بنكمل بعض في الحاله دي. النهارده هم شغالين لمجرد ان هم سمعوا ان محمد قال كذا، كويس. لو هم عارفين ان لو طلع بلاغهم غلط هيبقى في عقوبه عليهم، هيتحروا الدقه قبل ما يقدموا بلاغهم، وبالتالي هيقدم البلاغ مؤيد بمستندات و و و و لان لحد دلوقتي الناس كلها شايفه ان ده واحد توفى راح المشرحه قالت مفيش اي حاجه خالص. فبالتالي مفيش ما يثير هذا الحديث سوى ان محمد قال في التليفون ان وبعض المساجين قالوا وبعض المساجين قالوا انا يعني ده احنا بننقله على الكلام بتاع الجرايد وده وشهادات مش يعني مش مؤكد، يعني الكلام اللي حضرتك بتنقليه ده كلام جرايد مفيش شهادات انا اللي مستقبلها بشكل شخصي، بس ده ملوش علاقه بالموضوع، مفيش ده الموضوع الا اذا كان الاسم رايح للنيابه وبتاع حاجه ثانيه، انما كمعلومه مؤكده موثقه في محاضر النيابه مفيش حد شهد ان هو تعذب. طيب سؤالي قبل ما اخد رد منى، هو نفس السيناريو ده كان مع خالد سعيد، وكان في برضو نفس الديبيت ده، يعني نفس الصراع ما بين انه وكان الحوار حتى الاعلامي ده عيل بتاع مخدرات وراح في 60 دقيقه وعمري ما هنسى ده اللي كان بيتقال، ونفس الحكايه ونفس الصراع الطويل اللي حصل مع عماد الكبير لما لغايه ما اثبته فعليا. يعني طول الوقت بيبقى في دفاع اكيد مؤكد والناس بتبتدي تروح يمين وشمال، واللي مع الداخليه واللي ضد الداخليه، وفي الاخر خالص بيطلع انه الكلام ده حقيقي. عايز اخد من كلام حياتك كلامك 10 على 10، بس احنا مش عايزين نبقى لا مع الداخليه ولا ضد الداخليه، احنا عايزين نبقى مع مصر. صحيح. فتعالي نشوف اللي هيعذب يعني. حد اللي هيعذب حد احنا كلنا نقف ضده، وانا متاكد ان احنا ممكن نجبر وزاره الداخليه انها توقف ضده معانا، وفي نفس الوقت اللي هيتهم حد زور او هيتهم حد دون سند من القانون اكيد كلنا ضده في حق رادع، لان احنا النهارده بنتكلم على مؤسسه منهاره بالكامل، واحنا داخلين على مراحل خطيره في مصر، فعشان نقدر نقوم بالمؤسسه دي ونحقق اللي احنا عايزينه، انا شخصيا عايز استمتع في بلدي، واعتقد ان حضرتك بتفكر نفس الحكايه، مش ممكن هنستمتع من غير ما يكون عندنا جهاز امن قوي. يبقى احنا محتاجين ان احنا ندعم الشرفاء في هذا جهاز الامن القوي، ما نبنيش اقاويلنا كلها لمجرد حاجه معلومه تايهه. طيب. وبالتالي لو في معلومه صحيحه لازم كلنا نقف فيها، لو في معلومه خاطئه لازم كلنا نبعد عنها ونتحرى الدقه. طيب. يبقى في النهايه هنوصل ان احنا في الاخر كلنا بنشتغل لمصلحه مصر.